القوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، ضيوفنا الكرام. في ظل الأحداث والتطورات التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، كان تنظيم هذا اللقاء الذي يحضره كافة أطياف المجتمع المصري ويجمع جناحي الأمن والأمان من رجال القوات المسلحة الشرفاء ورجال الشرطة الأوفياء أصحاب المصير المشترك، والذين يحملون على عاتقهم مسؤولية حماية الشعب والدفاع عن الأرض والعرض، ذوداً عن كرامة الأمة ودفاعاً عن مقدراتها ومكتسباتها. الحضور الكريم، مع كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. سيادة الرئيس، إن الأزهر الشريف بكل علمائه وطلابه وهيئاته لا يقف صفاً واحداً كالبنيان المرصوص معكم ومع الشعب ومع القوات المسلحة ومع الشرطة في مواجهة هذا الإرهاب الذي يتربص بمصر من داخلها وعلى حدودها. سيادة الرئيس، امضي على بركة الله ومصر بشعبها الأبي القوي من خلفك وإلى جوارك، والله معك وناصرك ومؤيدك، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، مع كلمة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. سيادة الرئيس، لقد فوضك الشعب جميعا ووضعنا كل الآمال وكل الأحلام على كتفيك، ولنا ثقة، الثقة الكبيرة في الله أولا وفي قادتنا العظام وفي بذلهم وإخلاصهم وأمانتهم وفي مقدمته كل القادة والضباط والجنود وكل من له عمل في قواتنا المسلحة وفي شرطتنا الوطنية وكل الشعب في هذا التفويض الممنوح لسيادتكم، هو تفويض مستمر. ولذلك سيادة الرئيس، اعمل وتحمل هذه المسؤولية ونشاركك جميعا فيها. أنا أقول دائما أن كل دول العالم وبلدانها في يد الله، أما مصر فهي في قلب الله. أشكركم كثيرا. مع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا
أطلب من حضراتكم أن احنا نقف دقيقة أحداد على شهداء مصر كلها. تفضلوا استريحوا. الحقيقة لقائي معاكم النهاردة كان مهم قوي، عشان يبقى فيه رسالة قوية للمصريين كلهم وكمان للعالم الخارجي. شوفوا، أنا هقول لكم على حاجة، أنا لم أكبل أيديكم للثأر لشهداء مصر. انتوا فاهمين الكلمة دي معناها ايه؟ معناها ان انتم اللي هتاخدوا طار مصر، وانتم اللي هتدافعوا عنها، وانتم اللي هتحميوها، وانتم اللي هتموتوا عشانها. انا بقول لكم كده عشان تكونوا فاهمين. امال احنا مهمتنا ايه؟ امال احنا مهمتنا ايه؟ انا بقول الكلام ده لكم وبسمع الدنيا كلها، في جيش هنا في مصر مستعد يموت عشان البلد دي تفضل عايشة، ومحدش ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى ابدا هيقدر ينال منها مهما كانت قوته ومهما كان حجمه ومهما كان تنظيمه. انا قلت ان ايديكم مش مكبله من الاول ومش هتكون مكبله، بس اوعوا تظلموا. انا بقول الكلمه دي ليه؟ لان مش معنى ان احنا عايزين نسقر انهم نقتل الناس ونقتل الابرياء، لا، واحنا موجودين كده من الاول وبدانا كده من الاول وهنستمر كده. ده مش قيد عليكم، لكن ده التزام عليكم، لان الشرفاء والامناء والمخلصين لا يقاتلوا الا بالطريقه ديت، واللي يقاتل بالطريقة ديت لازم ينتصر. أنا امبارح الفريق أسامة تم تكليفه بقيادة شرق القناة كله ومكافحة الإرهاب. وأنت مسؤول قدامي وقدام المصريين عن تنمية سينا كمان. وتم تخصيص 10 مليار جنيه للمهمة ديت. أيوة، أنا بسمع كل الناس إحنا مش رايحين بس، لا، إحنا رايحين نعمر ونبني في بلادنا قبل ما ندور على ان احنا بس نسقر ونقتل المجرمين. فمهمة كبيرة، بس احنا كلنا معك، ربنا يوفقك ان شاء الله. اتفضل. الرسالة التانية للشرطة. الرسالة التانية للشرطة، واحنا مقدرين الشهداء اللي بيسقطوا في الجيش وفي الشرطة، بس انا عايز اقول لكم الامن داخل مصر على كتافكم انتوا وفي رقبتكم انتوا، بس احنا بنعمله، احنا بنقول اللي قاعد قدامنا كلنا دلوقتي كل المصريين. يعني ايه كل المصريين؟ يعني الجيش والشرطة والشعب المصري كله بكافة عناصره، صحيح هم مرموز مش كله، لكن بقول أنا بالمناسبة مش حاكم مصر، أنا واحد منكم، أنا واحد منكم. يعني إيه؟
يعني أنا مسؤول عنكم كلكم، أو أنتم كلفتوني بالمهمة دي، إن أبقى أكون مسؤول عنكم كلكم، عن كل المصريين. يعني الصغير قبل الكبير، والضعيف قبل القوي، والفقير قبل الغني. خلي بالكم، فاوعى وانت بتأدي المهمة ديت، واحنا اتكلمنا الكلام ده في أثناء الاحتفال بيوم الشرطة يوم 25، قلنا عايزين واحنا بنعمل ده رغم صعوبته، لأن احنا بنعمل في ظرف استثنائي، إنما إن احنا نراعي حقوق الناس، حقوق المصريين. أنا بقول كده ليه؟ لأن أنا كنت لسه من كام يوم بكلم وزير الداخلية وبقول له بنت مصر، بنت مصر شيماء الصباغ. خلي بالكم من كلامي ده، كل أبناء مصر وبنات مصر ولادي، والبنت دي بنتي، لازم تكونوا فاهمين كده كويس، وإلا يبقى أنتوا اعتبرتوني واحد غيركم مش منكم، اعتبرتوني واحد مش من أنا منكم، وأنتم مني، وشيماء بنتي، وتعازي لشيماء، لأسرة شيماء وأهلها، وكل من يتألم لها من المصريين. بقول الكلمة دي ليه؟ شوفوا، عمر أبدا ما خطأ فرد، لو كان في خطأ فرد ما هتتحاسب عليه مؤسسة، وده اللي أنا حرصت عليه خلال الفترة اللي فاتت كلها واللي جاية، اللي هي إيه؟ إن إحنا نقيم دولة مؤسسات، دولة قانون، لما حد يغلط يتحاسب اللي غلط، لكن مش هنهد المؤسسة أبدا. أنا بقول كده وأنا ما أعرفش، بكل إخلاص وبكل حق، مين وراء قتل شيماء سيد وزير الداخلية. أنا بعد حضرتك والشعب المصري كله يا فندم، التحقيقات اللي بتجريها النيابة تحقيقات شفافة، وإذا ثبت تورط أي ضابط أو جندي عندي أنا بنفسي هقدمه للمحاكمة الجنائية والإدارية. بس أنا حسيت إن الناس عايزة تسمع حاجة وتطمن بيها، يا ترى إحنا لما اتحركنا وقلنا نغير وقلنا إن إحنا نحترم إرادة الناس وحريتها ده خلال المسيرة اللي إحنا ماشيين فيها ولا إيه؟ لا لا، إحنا أبدا هنحافظ على الكلام اللي العيش والحرية والكرامة والعدالة، اوعوا تنسوا كده. احنا عايزين نعمل دولة، لما نسيبها ونمشي يجي اللي بعدنا يلاقي ببساطة دولة واقفة على رجليها بأجهزتها تتقبل. يعني يمشي السيسي مع السلامة، يجي اللي بعده يلاقي دولة واقفة على رجليها. الكلام ده أنا قلته مرة قبل كده بقوله بقى في العلن كده، الدولة اللي واقفة على رجليها يمكن تاخد سنين طويلة جدا قبل ما تصل للحالة ديت، اللي هي حالة ان اللي ينتخب يجي والدولة ماشية مفيش حاجة، مش نظام، لان النظام لو هو هيبقى نظام عايز يمسك في تلبيب الدولة كده ممكن وهو ماشي او يمشوه يهد الدولة، يهد مصر، واحنا مش عايزين مصر ابدا تبقى دايما مصر واقفه كده على رجليها قدام الدنيا كلها وقدام كل اللي عايز يهدها. مش هتقدر، مش هتقدر، لان دي دوله بقى لها 7000 سنه محفوظه بامر الله سبحانه وتعالى وبشعبها، بقول بشعبها، بقول بجيشها، بقول بشرطتها، بقول بقضائها. القضاء المصري قضاء شامخ بينفذ خريطة قانون. انتوا حملتوني البلد على كتافي،
وأمانة في رقبتي، فأنا مش هجرب في مصر وهي في أضعف ظروفها. هما احنا قاعدين بنقول تجريف وجرف، اتجرفت على 30 سنة و40 سنة، تجريف يعني مفيش، مش كده ولا ايه؟ طب لو ما هو مفيش حاجه اخد انا اخد الناس اجرب بيها على بلدنا في الظروف اللي احنا فيها دي؟ لا لا لا، دي مهمه صعبه قوي، وارجو ان الحق سبحانه وتعالى يكون يعيننا عليها. صعبه قوي، احنا ماشيين كويس قوي صحيح يعني، وكل اللي احنا بنتكلم فيه ده والمشاكل ديت والشرطه بتعمل هنا والجيش شغال كده، البلد بتشتغل على اقصى ما يمكن. وبرضه هقول تاني، هي بتشتغل بمين؟ بيا؟ بتشتغل بينا. وانا لما جيت اتكلمت معاكم قلت لكم انا حامل، قلت ايه؟ احنا المصريين نعمل. يعني انا ما خبيتش عليكم حاجه، انا قلت لكم مره قبل كده ودلوقتي بنتكلم فيها تاني، عشان نقول نحل مشكله الكهرباء عايزين 40 مليار جنيه. طب منين؟ منين ال 40 مليار جنيه؟ عشان الصيف الجاي ده الكهرباء ما تبقاش بالسوق اللي كانت بالصيف اللي فات. منين؟ استاذ حمدين انا سعيد ان انا اشوفك هنا معانا، طبعا دي بلدنا كلنا. صحيح صحيح طبعا. بقى انا بعدي على موضوع الفلوس ده كتير، لان ده احد المشاكل الحقيقيه اللي بتواجه مصر. احد مشاكلنا الحقيقيه ان مفيش موارد. لكن انا بقول بس خلينا نتكلم في النقطه ديت بشكل مختلف. بقول فيه ان انا وانا بطرح كلمه ان البلد ظروفها الاقتصاديه صعبه جدا، رغم ان ممكن يكون في ناس معاها فلوس كتير، عشان ما تقول يعني ازاي مش قادرين مصر مش قادره توفر اكتر من 150 160 مليار جنيه يتصرفوا على الشعب المصري ده كله. ايوه صحيح. وانا بقوله للناس كلها، وبقول وانا لما ذكرت يعني اربطوا كلامي ببعضه بعد اذنكم وانتوا بتسمعوني، وانا بتكلم عن شيماء او الشهيده شيماء كنت بقول ايه؟ التعبير عن الراي محدش ضده، بس خلي بالكوا ان احنا في وقت في مكايد، خلي بالكوا احنا في وقت في ناس عايزه تدس فينا عشان تهزنا، عشان نفقد ثقتنا ببعضنا، عشان نبعد عن بعضنا البعض. ف وانا نازل معرفش مين جنبي يعمل حاجه يموت، تقوم انت تقول مين موتها او مين موته، يوم الشباب يزعل ده احنا رجعنا زي زمان. لا لا، بس انا بقول لكم ان في تحديات كبيره قوي جوه مصر محتاجه، عشان كده بقول الكتله دي تبقى دايما كتله تاني، الكتله دايما كتله واقفه. الموقف الاقتصادي انا بتكلم فيه ليه، او الرساله اللي انا عايز اتكلم فيها دلوقتي هربطها بايه؟ هربطها بالدين، هربطها بالدين. شيخ علي الجفري اهلا بيك، سعيد بيك والله. محتاجين والله السماحه والوسطيه، الدنيا كلها تعبت مننا، الدنيا تعبت مننا. هو فكرنا، بصوا ربنا سبحانه وتعالى الدنيا كلها الوجود كله جلب على طاعته، جلب على طاعته. يعني يعني مأمور بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. كويس. ما إيه حكاية الإنسان بقى؟
هو الوحيد اللي يختار يعبده او ما يعبدوش. اقفوا قدام الكلام ده لينا كلنا، اقفوا قدام الكلام ده لينا كلنا. هو خيرك، وده فلسفة وعظمة الإنسان وعلاقته بربه، يختار يعبد أو ما يعبدش، أدي اختيار. ثم لما يختار أنه يعبده يختار يعبد على أي دين، أدي اختيار تاني. ثم لما يختار الدين يختار يبقى صالح ولا مش صالح، أدي اختيار ثالث. ويا رب اجعلنا على الجادة. أنا بربط الكلام ده ليه ببعضه كده؟ عشان احنا في لما بنتكلم في خطاب ديني بنقول في كتلة تشكلت في العالم بفكر منحرف بياخد الدين بتاعنا ده بيوديه على الحيط، اللي احنا بندفع ثمن النهاردة عشان في ناس ما تصدتلوش من 30-40 سنة سابوه. وانا قلت الكلام ده وبقوله تاني لان ده اخطر حاجة موجودة بتقابل الأمة دي كلها، الفكر المتطرف اللي هو مش قادر يفهم إن ربنا لو عايزنا كلنا على قلب رجل واحد ودين واحد كان خلقنا كده. هو خلقنا مختلفين، أنا بقى يمين وأنت تبقى شمال وتمشي. يعني هو مش خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم، أفأنت تكره الناس؟ مش كده فضلت الإمام؟ تكره، عايز تكره الناس على أنهم أنا بكلم على غير المسلمين حتى. أنت مالك؟ أنت بس تعبد ربنا بالشكل اللي أنت شايفه. النقطة دي بكلم فيها كتير لأن هو ربنا عارفني كويس ومحدش يقدر يضحك عليه. أنا بقول لكم كده لأن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الدين. حد تاني يقول لك ما تخشش في الموضوع ده، لا لا لا، ده أنا هقابل ربنا بيه، ده أنا هقابل ربنا باللي أنا بعمله ده ومستعد أموت عشانه. هو أنا بجرب في الموضوع ولا إيه؟ أنا عارف أنا بتكلم في إيه إن شاء الله، عارف أنا بتكلم في إيه إن شاء الله. ده بقول الكلام ده لأن أنا ما اتدخلتش ومش هتدخل، وده موجود في إيد مؤسسة محترمة جدا جدا، فضيلة الإمام والمؤسسة على دماغي، بس كمان الدين على دماغنا كلنا. أرجو إن إحنا الرباط اللي أنا بربط بيه مسألة الدين ده، لأن دي قضية كبيرة جدا، كتير من الناس موجودة في بيوتها تقول يا ترى احنا فين. برضو بقول لهم نسق الفرد بتاعك غير نسق الدولة في الدين. فظروف مصر مش زي ظروف أي دولة تانية. هرجع بقى تاني ليه أنا قلت الكلمة ديت. البلد دي ظروفها صعبة قوي، ده فيها 90 مليون، وتسعين مليون دول انت مش انا، احنا عايزينهم يعيشوا كويس ويتعلموا كويس ويتعالجوا كويس. بس ده هيتم ازاي لما تكون دولة مستقرة خالص وما عندهاش ظروف زي اللي احنا فيها دي؟ ممكن اول نجرب فيها. لكن لما جينا التجربة بتاعت الحكم هنا، اصل اللي حصل في مصر في 30/6 اللي انا بتكلم فيه وبكرره، الموضوع ما كانش حكاية دينية، الموضوع ما كانش حكاية دينية، الموضوع كان فشل في إدارة الدولة بس. فأنت ما فشلت والمصريين قالوا لك لا مش هتكمل معانا، أنا مش هخش في هوية وده وده وده، الهوية موجودة في إيه؟ لكن اللي حصل إن رحت وقلنا قبلها إن أنتم هتحولوا ده كالعادة. النهاردة في الموقع بتاعهم بيقول له خلاص نبدأ بقى الجهاد المسلح. خلوا المعركة قدامك واضحة، خلوا كلنا جيش وشرطة وشعب بمؤسساته تبقى واقفة
تكافح لبناء واستمرار الدولة، مش حد لوحده، كلنا. وأنا كنت قلت الكلمة دي وبقولها دلوقتي ليه؟ يا ترى لما قلت للمصريين احنا مع بعض، خلي بالكم من جيرانكم، خلي بالكم من الناس اللي موجودة معاكم، يا ترى ده احنا اشتغلنا عليه؟ ولا انت سايبها وانا ما بقولكش يعمل عنف ولا اي اجراء صعب معاهم، انا بقولك قوله من فضلك استنى دلوقتي، استنى لانها مش هتستحمل كده. يا ترى احنا بنعمل ده؟ يا ترى احنا في وظائفنا، وانا بكلم كل الناس المصريين، احنا بنعمل شغلنا وبنجري على عملنا عشان البلد دي تقوم؟ النقطة دي في منتهى الأهمية. البلد دي مش هتقوم غير بينا كلنا، بينا كلنا، كل واحد في موقعه. يعني كل الكيان من الوزراء وانت نازل لغاية تحت، يعني أدائهم. طب البلد ماشية ازاي؟ لكن مش ماشية زي ما احنا عايزين. أنا مش هطول في النقطة دي كتير، بس بقول إن احنا دايما عايزين نحافظ على تكاتفنا مع بعض، وعايزين نشتغل عشان نحمي البلد ديت والبلد دي تطلع قدام. طب المعدلات اللي احنا ماشيين بيها كويسة؟ صدقوني كويسة، بس احنا عايزين أكتر من كده، لأن المطلوب أكبر من كده. أقول تاني، المعدلات اللي احنا شغالين فيها المعدلات جيدة؟ أيوة، لكن مش كفاية. ليه؟ لأن النقص اللي عندنا أو الاحتياج عندنا أكبر من اللي احنا بنعمله. أنا ما اتكلمتش في مشكلة قبل كده في الموضوع ده قبل كده. مش أنتوا مسؤولين عن الوعي والحقيقة؟ طيب، هي مش أكبر مشكلة بتقابل مصر بعد اللي احنا بنتكلم فيه ده هو النمو السكاني؟ النمو السكاني يعني ايه؟ يعني 2.6 مليون، 2.5 مليون كل سنة. هما الناس دي مش لما بتيجي بتبقى عايزة تاكل وتشرب وتتعلم وتتعالج؟ طيب، معدلات الانتاج بتاعنا والنمو بتاعنا يكافئ النمو السكاني ده؟ طيب، مين اتكلم في القضية ديت؟ انا كنت عارفها من قبل كده وما قدرتش اتكلم فيها عشان ما تصدش لقضية، وقلت اسيب يعني اشوف الاعلام على مدى اللي انا كلمته قبل الانتخابات. قلت له انت مسؤول معايا في المعركه اللي احنا بنقوم بيها ديت، طب مين اتكلم في المساله ديت؟ مره دي ما احد النقاط الهامه جدا جدا، لان يعني هربطها بالدين يا فضيلة الإمام بعد إذنك. يعني يا ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرضى أن يشوف أمة مرمية في الشوارع وفي العشوائيات ومش متعلمة وجهلة وفقيرة ويفرحوا كده، ولا عايز ناس تفرح؟ تفرح؟ مين يقول الكلام دوت؟ مين يقول الكلام ده؟ دي قضية من كل الجهد اللي هيتعمل لو ما كانش معدل الناتج والنمو بتاعنا يزيد عن 6-7%، الناس مش هتشعر بحاجة. انت بتتكلم في الموضوع ده في اليوم ده؟ ايوة، عشان نبقى عارفين ان احنا محتاجين نشتغل. عشان كده بقول تاني، معدلات الحركة بتاعتنا لازم ما تبقاش اقل من 7%، النمو بتاعنا ما يبقاش اقل من 7%. شغل 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 عشان نقدر نقول ان، لان عقبال ما نولد ثقافه ضبط موضوع السكان ده هياخد وقت. اقدر اطلب من اللي عنده طفل يستنى 3-4 سنين ولا 5 لغايه لما يجيب الطفل الثاني؟ اقدر اطلب من اللي عنده طفلين يستنى 6-7 سنين قبل ما يجيب الطفل الثالث؟ اقدر اطلب من اللي عنده 3 أطفال حتى الان ما يجيبش ثاني؟ اقدر اطلب كده؟ حلال ولا حرام يا فضيلة الإمام؟ حلال وحلال وحلال.
ايوه عشان الامه ما تبقاش ام ضيعه، تبقى امه واقفه على رجليها متعلمه وقويه وقادره، مش عدد وخلاص. كنت انا بدات الكلام وقلت موضوع ظروفنا الاقتصاديه، وحبيت اربطها بدعم الاشقاء لينا والاصدقاء لينا خلال الفتره اللي فاتت كلها وحتى الان. النقطه دي يعني بتستدعي عني يعني معنى جميل قوي مع فقدان جلالة الملك عبد الله ملك السعودية. أنا هقول لكم، ويعني أرجو أن أكون ما تجاوزتش، هقول لكم على حاجة دارت في اللقاء اللي بيني وبينه. وصيتي ليك ونصيحتي ليك، راعي ربنا وراعي دينك في أي حاجة أنت بتعملها. أنا بقول لكم كده لأن هو في ذمة الله، بس إحنا لن ننسى، لن ننسى. فأنا بذكره النهاردة عشان وإحنا واقفين كده وفي الظرف اللي إحنا فيه ده بنقول للمملكة السعودية بجلالة الملك عبد الله اللي في ذمة الله دلوقتي، إحنا لن ننسى أبدا وقوفكم بجانبنا. أنا عايز أقول لكم على حاجة عشان أبقى منصف مع نفسي ومعكم، لو ما كانش الناس دي وقفت جنبينا تبقى للظروف اللي احنا فيها دي، كانت البلد دي ما استمرتش على كده. ده فضل أنا بشكره قدامكم لن ينسى له. احنا مش هنستنى، أنا عايز أعمل حاجة باسم المصريين تقديرا لذكرى الملك عبد الله. احنا اللي نعملها بجهدنا، احنا جوه مصر جامعه عايزين نعمل جامعه محترمه باسم الملك عبد الله في مصر. الفريق صدقي نعملها. الميكروفون يا فندم، الميكروفون يا فندم. صلى الله يا فندم. نعملها، نعملها فوق جبل الجلاله، تطلع على الخليج وتقول مصر هنا. شهرين من دلوقتي تمام نكون التصميمات اتعملت، وان شاء الله نبدا نعمل فوق جبل الجلاله على ارتفاع 700 متر جامعه تليق باسم الملك عبد الله. مصر باللي هي اللي بتعملها لابنائها بس باسمه هو. تمام. أشقائنا في الإمارات من أول الشيخ خليفة والشيخ محمد وكل الأشقاء، ففي اليوم اللي هو صعب علينا ده لابد أن احنا نذكر للناس وقفهم جنب مصر. وقفوا كتير قوي، ووقفوا بكتير قوي، مش عشان في مواجهة حد زي ما بيتقال، لا لا لا. طب وانت بتقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقول الكلام ده دلوقتي عشان احنا المصريين لازم نبقى عارفين كويس الامور كانت ماشية ازاي، ولازم نعرف ان هي عشان تمشي الفترة اللي جاية لازم نعتمد اكتر على نفسنا ونبذل مجهود اكبر من اللي كان بيتعمل. وبرضو هنا يعني شيخ خليفة حاطت مبلغ لعمل مدينة باسمه، واحنا هنعمل احنا تجمع باسمه. احنا قدامنا سنة ان شاء الله نتفرج على تخطيط محترم ومتنفذ على الارض على الاقل ككيان اساسي خلال سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. انا قلت النقطتين دول عرفانا بوقوف الاشقاء وغيرهم وقفوا معانا، وانا بفكر في حاجات اخرى نقول فيها للناس ان احنا نقدر نشكركم، نقدر
احنا ان شاء الله خلال شهر 8 هنكون بفضل الله سبحانه وتعالى افتتحنا قناة السويس والامور فيها ماشية بالشكل المناسب بشكل جيد جدا الحمد لله طبقا للتخطيط ويمكن زيادة شوية يمكن زيادة شوية ان شاء الله كمان الطرق اللي احنا قلنا المشروع القومي للطرق احنا شغالين فيه وان شاء الله ارجو بقى عشان برضو تبقى الامور واضحة ان احنا التخطيط اللي عملناه حتى ان كان زاد معلش زاد حوالي 600 كيلو زيادة خلال الفترة اللي فاتت انما ان شاء الله في شهر 8 وطبعا انا بكلم ده والناس اللي شغالة الشركات اللي اسف القطاع الحكومي اللي شغال مش الاسكان والنقل شغالين بس هم تبع تحت الاشراف ده انا بس عايز اقول النقطة دي واللي هو عماد قدامنا يا ترى يا عماد احنا كم شركة بتشتغل لتنفيذ المشاريع في مصر اللي هي انتم على الاقل كقوات مسلحة بتتعاقدوا معها لتنفيذ هذه المشاريع كم وانا بقول للواء كامل الوزيري واللي هو عماد اتكلموا في التلفزيون وقولوا للشباب احنا مستعدين في شغل بس تعالوا مش كده اي فندم انا بقول لكم الكلام ده صحيح يمكن يكون مش كل الشغل يناسب بس طب ما نشتغل ممكن المليون دول يبقوا مليون ونص لان في شغل كتير قوي هيتعمل خلال المرحله اللي احنا موجودين فيها ديت بس احنا محتاجين الناس الشركات بقت ما عندهاش عماله وما عندهاش معدات تكفي الشغل اللي احنا بنتكلم فيه انا بقوله لكم عشان تبقوا انتوا هو كل الكلام وحش ولا ايه دي بلد بتقوم مصر بتقوم خلي بالكم بفضل الله سبحانه وتعالى البلد دي هتقوم وهتتفرجوا عليها اوعوا تكونوا مصرين غير كده حاجه على المليون فدان احنا بنتكلم كتير في الموضوع بس فين الارض ما طلعتش ليه مش كده انا بقول الكلام ده لان احنا كل اللي بيتعمل دلوقتي هو ازاي نوصل ان انا اعمل المليون فدان الاولانيين كده وتشوفوا مجتمع مختلف خالص وشكل ومضمون مختلف خالص عن اللي احنا اشتغلنا بيه طوال السنين اللي فاتت ان شاء الله بس استنوا لان الامر مش دايما هنقول ومش هنطلق مشروع الا اذا كان امكانية تنفيذه تحققت اتكلمت على الدول اللي وقفت جنبينا واسمحوا لي اكلمكم على دول تانية برضو بتقف جنبينا فاحنا بنوجه التحية لشعب فرنسا وللرئيس الفرنسي احنا بنطلع لبره لاوروبا وللصين والدول اللي بنزورها عشان حاجات كتير مش بس عشان نتكلم في الاقتصاد لا ده احنا بنتكلم بنقول ان مصر عادت لوضعها بنقول افهموا الواقع اللي بيمر في المنطقه انا طولت عليكم في الكلام لكن عايز اطمنكم واختم كلامي واقول ان احنا لكل المصريين طول ما انتم على قلب رجل واحد طول ما انتم واثقين في الله وانفسكم وان شاء الله فيا وفينا اللي احنا بنتمناه لبلدنا هنعمله انا قبل ما اختم كلمتي بودي ان احنا نعمل صوره يبقى كلنا فيها مع بعض فضيله الامام قداسه البابا والجيش والشرطه والشباب والمراه فلنردد جميعا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر السلام الوطني